جبالين بالأغلال، جبالين بالأغلال، ما بيجوز الاعتقال، ما بيجوز الاعتقال، حق المرضى والأطفال، حق المرضى والأطفال، ما بيجوز الاعتقال، ما بيجوز الاعتقال، حق المرضى والأطفال، حق المرضى والأطفال، إلا بشرع الاحتلال، إلا بشرع الاحتلال، بدنا فرض العقوبات، بدنا فرض العقوبات، بدنا فرض العقوبات، بدنا فرض العقوبات، علي داس الحريات، علي داس الحريات، علي انتهك القوانين، حط الطفل بزنازين، علي انتهك القوانين، علي انتهك القوانين، حط الطفل بزنازين، حط الطفل بزنازين، يا جماهيرنا الشعبية، يا جماهيرنا الشعبية، حيوا أسرى الحرية، حيوا أسرى الحرية، يا جماهيرنا الشعبية، يا جماهيرنا الشعبية، انتوا الرمز للصمود، انتوا الرمز للصمود، الحرية الحرية، الحرية الحرية، للي ضحوا بالحرية، للي ضحوا بالحرية، واللي ضحوا بالحرية، واللي ضحوا بالحرية. يعني احنا اليوم في طول كرم جزء من برنامج أعده الحزب لإحياء ذكرى إعادة تأسيسه، سنركز على العديد من القضايا، في مقدمة قضية الأسرى، أسرانا الذين يحتاجون منا لوقف الدعم وإسناد في ظل ظروفهم الصعبة، أطفالنا في السجون الإسرائيلي، مئات الأطفال، المرضى، مئات المرضى، هذا يتطلب من كل الشعب الفلسطيني الوقوف وقفة قوية نصرة لقضاياهم من أجل التسريع بإطلاق سراحهم. حزب الشعب الفلسطيني يخطط أيضا وقد نفذ خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات لها علاقة بتعزيز صمود الناس في الأرض من خلال زراعة الأشجار في الأراضي المجاورة للمستوطنات، من خلال أيضا وقفات من لتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفضا للقرصنة الإسرائيلية باحتزاز الأموال الفلسطينية. حزب الشعب الفلسطيني يرى أن المقاومة الشعبية هي نهج الخلاص من الاحتلال، وبالتالي وفي ظل وقف المفاوضات وفي ظل انغلاق الأفق السياسي، نرى أن تعزيز المقاومة الشعبية يجب أن تكون مهمة كل الوطنيين الفلسطينيين. بداية هذا اليوم، يوم الثلاثاء، يوم التضامن مع الأسرى، وقف أمام الصليب الأحمر من كل ثلاثاء، دائما موجودين حتى نقول للعالم كله أنه قضية الأسرى حية، قضية الأسرى موجودة، قضية الأسرى إحنا أهم شيء عندنا في حياتنا، هدول شبابنا مناضليننا اللي بيقضوا أحلى سنين حياتهم في داخل السجون الاحتلالية، في داخل المعتقلات الصهيونية الاحتلالية لهاي الحكومة المجرمة اللي لا بتفرق لا بين كبير ولا صغير، لا بتفرق بين طفل ولا شاب ولا غيره، لا مريض ولا غير مريض، لأنها هي أولا عنصرية غير إنسانية، هو احتلال بالأخير. لذلك آخرها كان اعتقال طفلة وحطها بالسجون الاحتلال، وهذا شيء مخالف لكل القوانين الدولية، لكل القوانين والأعراف السياسية، لكل القيم والأخلاق الدينية، لكل شيء مخالف. هاي حكومة، هي حكومة أكثر أقول عنها إنها حكومة مجرمة، حكومة مجنونة. بداية أن نبارك لرفاقنا في حزب الشعب في ذكرى انطلاقته من الذكرى 34 لتعزيز التأسيس، ونحيي أي فصيل فلسطيني يتواجد بذكرى انطلاقته مواجهة مع الاحتلال أو تضامنا مع أسرانا خلف الجدران. في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية على الأرض، وفي ظل استمرار الاعتقال لأحرارنا ولرفقتنا ورفاقنا داخل السجون، وفي ظل اليد الإسرائيلية المجرمة التي طالت حتى الأطفال كالخطيب وغيرها، نقول على مؤسسات طول كرم بفصائلها بقواها الحي، هذا الحشد لا يليق بمعاناة أسرانا، هذا الحشد الذي أمامك وأمام كاميرات التلفزيون كنت أتمنى أن يعبر عن مقدار المعاناة التي يعاني بها من ضحى من أجل حريته من أجل حريتنا. أسرانا هم رأس حربة نضالنا، هم ثابتنا الأساسي، لأن من ضحى من أجل وطن يحق له أن نقف معه لننهي معاناته أيضا من أجل هذا الوطن. وائل ملحم من عنبتة، أنا والد الأسير محمود ملحم.
أنا يعني اللي بطلبهم من الأهالي ومن الناس ومن المؤسسات إنهم يتضامنوا مع الأسرى، يوقفوا معهم على أساس إنهم يعني بالوقت الحالي هم بحاجة لهم، وخاصة يعني أسرانا بتعرضوا لشغلات كثيرة في داخل السجون إحنا ما بنعرفها، من خلال زياراتنا ومن خلال المحاكم يعني برضو كل شيء مربط ومخبط بعضه. فأرجو من الجميع التوافق معنا مع أهل الأسرة في اعتصامهم الأسبوعي.